سلام عليكم. عام 88 أحصلت واقعة كانت أشبه بمعجزة في قرية اسمها يارين، قرية لبنانية في جنوب لبنان تقع على الشريط الحدودي الفلسطيني. في رجل اسمه صالح، وهو فعلا رجل صالح ومحترم والكل يحبه ويمدحه، هذا شغلته يرعى الغنم. في ذيك السنة كانوا يعانون من الجفاف وقلة الأمطار وانتم عارفين في بعض المهن مثل الزراعة والرعي الغنم تعتمد اعتماد كلي على رب العالمين ثم على المطر، فكان يضطر انه ياخذ الأغنام. طبعا هو يرعى أغنام أهل القرية بالإضافة إلى الأغنام اللي هو يملكها، كل واحد يعطيه الغنم اللي عنده وكأجرة يعني. هذا ياخذهم ويروح فيهم إلى مسافات بعيدة، يروح إلى الحدود الفلسطينية، يروح إلى الأودية، إلى الجبال، وين المكان اللي حصل فيه العشب يودي فيه الغنم. يطلع من الفجر ويرجع أول ما تبدأ الدنيا تبي تظلم. المهم في ذاك الوقت مثل ما قلت لكم ما في مطر، صار لهم فترة يعني في فترة جفاف، وهذا طالع من الفجر وكل ما له يروح يعني مسافات أبعد من المرة السابقة يدور المكان اللي فيه العشب علشان تتغذى الأغنام. يعني في ذيك الليلة لما بدت الدنيا تظلم على طول جمع الغنم وبدأ يمشي، لأنه حس أن المسافة اللي وصل لها مع الأغنام يعني ما انتبه انها راح تكون بعيدة شوي، يعني راح يعني ينزل عليه الليل، خصوصا اذا كانت السماء ما هي قمرة، يعني راح يمشي بحذر يعني. وانتم عارفين الأودية والجبال وغيرها يعني فيها يعني الحيوانات المفترسة، ذيابة، اضباع وغيرها يعني. مالكم بالطويلة، حاول انه يعني يدرك الوقت لكن المسافة بعيدة. المهم لكن احصلت شغلة يعني غريبة، على طول بدت السماء تمطر، سبحان الله، تمطر بغزارة. استغرب، الحين ما في موسم ولا كان بالنهار يعني الغيوم ملبدة يعني في الغيوم وكذا علشان يحسب حسابه أنه راح ينزل مطر، لكن بدأت تنزل لا وتصب عليه صب يعني مو طبيعي. فقال أنا لا، مستحيل بهالظلام وبهالمطر لازم ألجأ إلى أحد المغارات في الأودية ولا في الجبال، كهف، أي مكان أداري فيه لين يتوقف المطر. وفعلا فيه مثل الجبل صغير يعني لجأ له ويشوف فيه مثل الكهف، ويدخل داخل يعني يدوب يعني يدخل فيه هو نفسه هذا الرجل صالح. فحاول انه يزحف شوي، لان الكهف يعني فتحة الكهف قصيرة ما هي كبيرة، فزحف شوي ودخل جوا الكهف هذا وحس انه اوكي الحين اصبح بامان وفي دفى والمطر يعني بعيد عنه، وترك الاغنام في الخارج يعني. لكن صالح انتم عارفين يمشي مسافات بعيده وديان وكذا، لازم دائما معاه سلاحه اللي هو البندق هذه او الشوزن او السلاح اللي يستخدم الراعي دائما انه يحمي نفسه ويحافظ على الحلال اللي عنده من اي شخص، سواء واحد يتهجم عليه او الحيوانات الضارية يعني. المهم حاط السلاح على كتفه وجالس جلسة القرفصاء تعرفونها كذي، رافع الكبه فوق وحاضن نفسه بنفسه كذي، وبرد ومطر فجأة جاء، وهو شوي حاشه مطر وهو يجيه براد من داخل الكهف. المهم شوي بالليل الدنيا ظلام ما في أحد،
وهو حاس بالجوع، مو حاس بحسابه، ينتظر المطر يتوقف يعني، أو ما هو عارف شو يسوي. ويسمع صوت من داخل الكهف، شيء يزحف، شيء يمشي، شيء. الكهف يعني كل ما تتعمق فيه كل ما الضيق فيه الفتحة نفسها. فهو ما هو قادر يشوف، ظلام دامس داخل الكهف، لكن الهدوء والصمت حس انه في شيء يعني قاعد يتوجه له، يعني يمشي شوي شوي وكذا. وهو من خوفه وقام يرتعد وقال اكيد هذا يا جن يا شيء، وتعوذ من الشيطان ويقرا ايات وقران وحتى حاله الايات هي القران صح. المهم ويحاول انه يعني يتاكد من هالصوت، ولا في شيء يقترب منه كأنه يعني قاعد يزحف تجاهه. وهو يرتعد ويقوم يطلع السلاح اللي عند البندق هذه، ويحط يعني فتحة البندق يعني باتجاه فتحة الكهف، المكان العمق نفسه، خايف انه يطلع لأي شيء على الأقل يكون جاهز انه يطلق النار. ويرتعد وخايف ويحاول انه يشوف بهالظلام، ما في شيء يبين. وبعدين شنو هالشيء هذا اللي طالع من داخل الكهف يعني، والفتحة تكون قصيرة بهالشكل. المهم كانت ليلة رعب شوي، ولا في شيء يقترب منه، قرب إلى أن لمس يعني بوز البندق اللي عنده، وهو يدفع بالبندق شوي وخايف، ويبي يطلق النار، خايف ردة فعل هالشي هذا، يحاول انه يدفعه لداخل، وهذا يقترب منه شوي، ولا يصدر اصوات غريبة. هذا صالح من سمع الصوت قال لا هذا جن، بدأ يصرخ ويتعوذ يا رب ويا رب ويا رب ويا رب. يسمع صوت كأنه صوت يعني صوت البيبي أو صوت يعني القط أو صوت، ما هو عارف شنو هذا. شوي بدأ يصرخ، هذا صالح أغمى عليه، خلاص وصل حده، صحة ولا هالشي هذا صاعد على صدره. أخذوا عندكم هالمفاجأة، شنو هالشي هذا اللي صاعد على صدر صالح وهو مغم عليه، وأول ما فتح ويشوفه قدام عيونه، ولا هذه بنت، أنا طبعا ما أقدر أقول لفظ، بنت عمرها سنة وشهرين. الله أكبر. يوم طالع قال لا مستحيل، أنا في حلم ولا هذا جن متحول على شكل إنسان ولا. المهم بدأ يلمس يعني عليها وكذا، ولا هذه فعلا يعني بنت صغيرة، وهذا البنت شوي تغفي على صدره وشوي، وسبحان الله ويذكر الله وكذا، لما استوعب لا فعلا هذه بنت عمرها سنة وشوي يعني. يوم قام ويطالعها بهالشكل هذا، وقام يرفع شوي شعرها نازل على الوجه، ويرفع شعرها ويحاول ينظفها، ولا البنت واصلة مرحلة سبحان اللي عطاها عمر، بين الحياة والموت، وضعيفة والظهر من كثر ما بكت بروحها يعني تخفي وتنام، ولا يحوشها إغماء. لكن يوم سمعت صوت صالح داخل الكهف بدأت تزحف كثر ما قدرت، لين جت وصعدت على صدره يوم أغمى عليه. صالح يوم شاف الموضوع بهالشكل وإن هذه بنت، وقال مستحيل، وهذا شلون عايشة أصلا هني، لا شرب لا حليب لا، ويروح حق الغنم اللي عنده ويحلب
ويجيها ويشرب البنت ويقعد تقريبا لين طلعت عليه الشمس ولين البنت بدت تصحصح شوي وياخذها ويطير فيها الى قريته وبلغهم في الموضوع بالكامل. طبعا عطى البنت لزوجته وزوجته عالجتها وكذا والحمد لله الله دب فيها الروح من جديد. لكن منو هالبنت؟ وش جاب هالبنت في هالكهف هذا؟ ومن اللي تركها؟ وليش؟ وشنو الأسباب؟ مالكم بالطويلة. انتشر الخبر في القرية والقرى المجاورة، لأن أصلاً الكهف هذا ما هو قريب من القرية هذه، بعيد يعني، وحواليه كثير من القرى. انتشر الخبر والناس كلها سمعت بالسالفة، وإن في بنت في كهف رب العالمين نجاها بسبت صالح الراعي اللي في قرية يارين. المهم ويمر أول شهرين ثلاث أربع، وفي أحد القرى البعيدة طبعا تجيهم بنتهم عمرها 21 سنة، هذه كانت هربانة من أهلها، خطيفة مع شاب، ما أخذها خطيفة، مو راضين يزوجونها وراح اتفق معاها أن يهربون، يسمونها خطيفة عندهم، خذاها وراح فيها إلى أماكن بعيدة يعني وتزوجها. ولما تزوجها يعني جاب منها هالبنت هذه. بعد ما صار عنده بنت وحس بالمسؤولية تركها وهرب عنها كالعادة يعني، اللي بياخذ واحدة خطيفة أكيد بيهرب منها بعد ما يعني ياخذ اللي خذاه منها يعني. تركها في أحد القرى، وهذه المسكينة لا عندها أحد يصرف عليها، لا عندها أحد يداريها، هربانة من أهلها، يدورون عليها يقتلونها. المهم ما لقت حل إلا أن بعد طبعا مرور سنة وشوي على ولادة البنت قررت أن تتخلص من البنت وخلاص، وهي تشوف حياتها تشتغل لها أي شغلة، لأن البنت كانت يعني تمنعها من العمل، تمنعها واللي يشوفها يقول لها من وين لك هالبنت هذه ولا. فما لقت حل إلا أن تخلص منها، جت عند هالكهف وتركت البنت داخلها وهي لما كانت نايمة ومشت عنها. وسبحان الله اللي يجيب صالح اللي أنقذها. طبعا بعد ما البنت أهلها يعني عرفوا بالموضوع وضربوها وما أدري شو زين، ما قتلوها طبعا، قامت قالت لهم السالفة وأنا قطيت بنتي في الكهف الفلاني. وبعد ما سمعوا بسالفة صالح إن عثر على البنت وصل له الخبر وطير إلى قرية يارين عند صالح وقالت له إن أنا فعلا تركت بنتي وأنا ندمانة ويعني تندمت المرة وحس تو يعني تستوعب، وكانت في حالة يعني من الخوف وعدم الإدراك وإن تخلص، لكن الحمد لله أن البنت عايشة. قام وسلمها بنتها بعد ما وصفت له فعلا مكان الكهف وعطته بعض الأوصاف وشون كانت لابس البنت وكذا، عرف أن فعلا هذه هي أم البنت. لكن السؤال وين؟ السؤال في ذيك السنة كان عندهم جفاف ولا مطرت عليهم، وهذا صالح لأول مرة كان ياخذ الأغنام ويروح إلى أماكن بعيدة. من اللي دفع صالح يوصل لحد هالمكان هذا؟ ومن اللي أنزل المطر الشديد اللي خلى صالح ما يرجع لبيته ويلجأ إلى الكهف؟ سبحانه، يبي ينقذ هالبنت اللي مالها ذنب. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله مع السلامة.